تعالوا نعمل البراونيز الادمان دي، علشان انا متاكده ان انتوا مش هتبطلوا تعملوها من جمالها باسهل واظبط مقادير ممكن تجربوها بيها. اول حاجه هحتاج بيضتين، هزود عليهم معلقه صغيره من الفانيلا وهنخفقهم كويس. بعد كده زود عليهم نص كوبايه من الزبده المدوبه وكوبايه من السكر ومعلقتين كبار من الزيت ونص كوبايه من الكاكاو الخام، وهبدا ان انا اقلبهم كويس قوي مع بعض. وبعد كده بزود نص كوبايه من الدقيق ورشه من الملح، واقلب بشويش بالسباتولا لحد ما دي يمتزج معايا كده. واختياريا ازود قطعه من الشوكليت شيبس، دي براحتكم يعني ممكن تزودوها او لا، هكتب لكم تحت الفيديو كمان كل المقادير. هنتنزل في صينيه متبطنه كويس بورقه زبده مقاسها 20 في 20، وتدخل فرن متسخن من قبل على درجه حراره 180 درجه في الرف الاوسط، وهتاخد 25 دقيقه تقريبا بالظبط. ولو الفرن بتاعكم هادي قوي هتاخد 30 دقيقه، مش هتاخد اكتر من كده. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. انا هنا خرجتها على راك علشان كنت عايزه حرارتها تهدى بسرعه. قطعوها بقى، وبين كل تقطيعه والتانيه انا مسحت السكينه بفوطه مبلوله، علشان زي ما انتم شايفين كده بصوا السكينه بتبقى مليانه شوكليت، لان هي من جوه بتبقى واجي جدا. ده شكلها وهي لسه كانت دافيه شويه، فالشوكليت جواها سايحه، بس برضو بعد ما حرارتها تهدى بتستل من جوه، بتفضل طعمها فادجي وخطيره بجد. ألذ حاجه حلوه ممكن تتعمل جنب كوبايه القهوه. اتمنى تجربوها وبالف هنا مقدم.